لا مفر، كل الطرق تؤدي إلى زحام تام ولا اختصار، فأقل مشوار يأخذ من الوقت ساعتان. هكذا بدت شوارع العاصمة، اكتظاظ فحسب في الكرخ والرصافة، والمواطن يشكو من ذلك. الله وكيله، كان بيتنا باليوسفية من المنصر لليوسفية ساعتين يلا أوصل، من الازدحامات كثافة، لا تبريد ولا هو، كل ازدحام، شوارع كلها مزدحمة، أذية بأذية بأذية، مو المرور، احنا نطالب بفتح الشوارع لا أكثر ولا أقل. الرصافة فدنا، يعني فدنا بازدحام، يعني أنا أطلع منه أنا يعني حد ما أوصل الكرخ ساعتين. بغداد صممت شوارعها على استيعاب 250 ألف عجلة، بينما ما يسير فيها أكثر من 3 ملايين. تدخل المركبات دون أن يقابلها استحداث لشوارع جديدة أو إنشاء جسور أو أنفاق، وهو واقع يبين سوء الإدارة في البلاد. يجيبون يذبون سيارات، يكومون سيارات، تسقيط ماكو، نظام ماكو، تخطيط ماكو، هذا اللي شفناه احنا هنا، ماكو غير هذا الشيء. قبل كانت اكو تسقيط سيارات يسقطون، هسه ماكو، ناين ماكو، يجيبون يكومون سيارات ولا الأسوأ. والله الحكومة فاشلة والبلد فاشل، الله وكيلك، شاهد الله ورسوله، يعني مو على مود شيء، بس هم ما يحسون بالمواطن، أبد ما يحسون بالمواطن. الحكومة سوى حل لنفسها، بعدين سوى حل للمواطن. صارنا تقريبا 3/4 ساعة، تقريبا 3/4 ساعة والله، من الجادرية اللي جاي. اي والله، وبعدنا ما واصلين، يعني بعد بعيدة. شو طالب الحكومة؟ شو طالب؟ يعني هم ما يشوفون الوضع؟ يعني بدون ما أطالبهم، والوضع مبين يعني. ملايين المركبات تدخل سنويا إلى العراق بلا تخطيط، والمواطن قطع آماله بحكومة منقذة أو مغيرة للواقع. تزدحم الشوارع أو تزدحم الأزمات، لا حل هناك، فإنشاء شارع جديد أو مجسر أو فتح الشوارع المغلقة مشاريع لا تعد كونها أضغاث أحلام. عمار غسان، قناة الرشيد.